بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 47. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في الحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما زال المؤلف رحمه الله في سياق المحبة والحب، وهما عمل قلبي يدفع إلى العمل الجوارح، فكل حركة في الكون فإنها ناشئة عن الحب، ولو لم يكن هناك حب في القلوب لما تحركت الأبدان إلى الأشياء إلا لأنها تحبها وتتحرك في تحصيلها. وأساس المحبة هي محبة الله جل وعلا، وتحرك على عبادة الله وعلى خوف الله ورجائه، ويتبعها محبة الأشياء التي تعين على عبادة الله عز وجل. وأما محبة الأشياء الضارة والأشياء فهذه محبة ضارة، هذه تحرك إلى أشياء ضارة، فهي محبة مذمومة. أما المحبة التي تحرك إلى أشياء محمودة في الدين أو في الدنيا فهذه طيبة. وغرض المؤلف هنا أن المحبة لا حيلة للإنسان فيها، أنها عمل قلبي. فمثلا العدل بين الزوجات، الله أمر بالعدل، قال تعالى: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، بينما قال في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فما هو العدل المأمور به والعدل الذي لا يستطاع؟ ما هو العدل المأمور به؟ العدل المأمور به هو المستطاع، وذلك بالنفقة والكسوة والسكنة والمبيت بين الزوجات، هذه يجب العدل فيها، ولا يجوز للزوج أنه يحيف في شيء منها، لا في الكسوة ولا في المبيت ولا في السكنة ولا في النفقة، أربعة أشياء. هذا يستطيع الزوج، يستطيع يعدل في السكنة، يستطيع يعدل في المبيت، يستطيع يعدل في النفقة، يستطيع يعدل في الكسوة. فلذلك أوجب الله عليه العدل ومنعه من تعدد الزوجات إذا لم يكن عنده استطاعة لهذا العدل. أما المحال العدل الذي لا يستطاع فهذا لا يكلف الله به، وهو محبة القلب وميل القلب. قد يكون عند الإنسان امرأتان أو أكثر فيحب إحداهن أو إحداهما أكثر من الأخرى، هذا ليس للإنسان فيه حيلة. كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها، لكنه لا يحيف معها، بل كان يقسم لها مثل زوجاته، ويبيت عندها مثل زوجاته، والنفقة مثل زوجاته، والكسوة مثل، والسكنة مثل زوجاته، مع أنه يحبها أكثر من غيرها. ولهذا قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في الأشياء التي يستطيع، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو المحبة القلبية. ما يمكن للإنسان يحب زوجاته على حد سواء، ما هو باستطاعته، هذا ليس باستطاعته، فلا يكلف بهذا العدل. يعني قال لازم تحبهن كلهن سواء،
على ما تحب وحده أكثر من الأخرى، ما يستطيع هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يحمله حب إحداهن على أن يميل فيزيدها على غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، مال إلى إحداهما بزيادة النفقة أو الكسوة أو السكنة أو المبيت، هذا الميل. ولهذا قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فلا يميل مع من يحب من نسائه ويعرض عن الأخريات، هذا لا يجوز. نعم. وقد قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما حد يستطيع يعدل بين النساء في الحب ولو حرص الإنسان، ما يستطيع. نعم. يعني في الحب والجماع. الجماع لأنه أيضا ما يستطيع أنه يعدل، لأن هذا الشيء ميل نفسي يميل إلى إحداهن ويشتهيها أكثر من غيرها، فلا يكلف أنه يشتهي الثانيات مثلها، ما هو باستطاعته، هذا ليس باستطاعته. نعم. ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان وكذلك علي، فقد أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له: ما قصتك؟ قال: لست بسارق ولكني أصدقك، تعلقت في دار رياح خودة يذل لها من حسن منظرها البدو، لها في بنات الروم حسن ومنصب، إذا افتخرت بالحسن خافها الفخر، فلما طرقت الدار من حر مهجتي أبيت وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا: هو اللص محتوما له القتل والأسر. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعره رق له، وقال للمهلب بن رباح: اسمح له بها. فقال: يا أمير المؤمنين، سله من هو. فقال النهاس بن عيينة: فقال: خذها فهي لك. واشترى معاوية جارية. نعم. إنسان قد يعشق امرأة أو جارية يعشقها فيطلبها بالحلال، يطلبها للزواج، فينبغي أنه يساعد على هذا. إذا عاشق امرأة ومال إليها وأراد أن يتزوج بها، فينبغي لأهل الخير أن يتوسطوا له ويساعدوه على تحصيلها من أجل أن يتجنب الحرام ولا يقع في الحرام. ولكن ما هو سبب العشق؟ سببه النظر. لو أنه من الأول غض بصره كما أمر الله جل وعلا، لو غض بصره ما حصل منه هذا المرض. فلما أصيب بهذا المرض ليس له علاج إلا أنه يحصل على هذا المحبوب، وكونه يحصل عليه بالطريقة الشرعية ولا يحصل عليه بطريقة الحرام، أو يبقى محروما يتألم طول حياته. لكن من الأول لو غض بصره لسلم من هذا الشيء، سلم من العشق. نعم. صلى الله عليه. واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوما تنشد أبياتا منها: وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه. فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها، فردها إليه وفي قلبه منها. نعم. وذكر الزمخشري في ربيعه أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط: أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم من ذاهب العقل، له مقلة، أما الأماقي قريحة، وأما الحشا فالنار منه على وجل. لا ترفع صوتك. نعم. أحسن الله إليك. فنذرت أن تحتال لقائلها إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه، فبينا هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين فطلبته، فزعم أنه قالهما في ابنة عم له
نذر أهلها ألا يزوجوها منه، فوجهت إلى الحي فما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه، وإذا المرأة أعشق له منها منه لها، فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول: ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاة. نعم، للسعين طيب، إذا سعيت بين متحابين من الرجال والنساء بالزواج الشرعي فهذا عمل طيب، بدل أن يبقى العاشق محروما يتألم طول حياته أو أنه يقع في الحرام. وهذا ابتلاء، هو ابتلي الآن، والعشق هذا مرض ابتلي به، فلا بد من السعي في علاجه، وعلاجه بالحلال، علاجه ولله الحمد بالحلال، لأن يسعى في تزويج أحدهما من الآخر. ولكن كما ذكرنا على الإنسان أن يتجنب السبب الذي أوقعه في هذا الرباط الذي يكاد يقضي على حياته أو يكدر عليه عيشه، لأن يغض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام إلى الجارية يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما أعطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد، فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. فأجابته الجارية تقول: خير رأيت، وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد، إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهد، وأراك بين خلاخلي ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسدي. فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته. هذا أيضا من الوساطة في الخير، من الوساطة في الخير. وسبب المرض هذا كما ذكرنا إما النظر إما النظر وإما مخالطة الرجال للنساء، وهما أمران حذر منهما الشارع، حذر من إطلاق البصر، وحذر من خلوة الرجل بالمرأة، ومن مخالطة الرجال للنساء. كل ذلك سدا لذرائع الشر، كل ذلك سد لذرائع الشر. فالإنسان يتجنب الأسباب التي قد تجلب له شيئا لا يستطيع دفعه. نعم. وقال جامع ابن برخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة: هل في حب دهمنا من وزر؟ نعم. أحسن الله إليك. وقال جامع ابن برخية: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة: هل في حب دهمنا من وزر؟ فقال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألتني لما كنت أجيب إلا به. نعم، مثل ما سبق. نعم. فعشق النساء ثلاثة أقسام: قسم هو قربة وطاعة، وهو عشق امرأته وجاريته، وهذا العشق عشق نافع، فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد نعم، قد يجر إطلاق البصر قد يجر إلى أعظم فتنة، وهي الابتلاء بالمردان والعياذ بالله، يجر إلى اللواط أشد من الزنا. فهذا من آفات عدم غض البصر، فالمسلم يغض بصره عن كل ما حرم الله لئلا يجره إلى السوء وإلى الشر. ما يقع جريمة اللواط ما تقع إلا بسبب النظر وتعلق القلب بالمنظور إليه،
ولا يقع الزنا إلا بسبب النظر إلى النساء وتعلق قلب الناظر إليها، هذا هو السبب. فالعلاج هو ما أرشد الله إليه، غض البصر. وإذا أحس من نفسه بشهوة قوية فإنه يبادر بالزواج. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالعلاج هو الزواج، بعد غض البصر الزواج. نعم. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه. لأن هذا خلاف الفطرة، تعلق بالذكور هذا خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وهذا ما يوجد في البهائم، البهائم ما يوجد فيها هذا، ما يوجد أن ذكور البهائم تتعلق بذكورها أبدا، وإنما هذا في بني آدم، في بني آدم، لأن الإنسان كما قال الله جل وعلا: إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان أحيانا يصل إلى أحط من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فاللوطية أحط من البهائم، لأن البهائم ما تفعل هذا. نعم. وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، هذا قسم من الله جل وعلا بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي وحياتك، وحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله جل وعلا يحلف بما شاء من خلقه، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله كما هو معلوم. والشاهد في قوله سكرتهم دل على أن الذي أوقعهم في الزنا، في اللواط، هو السكر، والعياذ بالله، السكر، سكر العقول، ما هو بسكر شراب، سكر عقول، شهوة. نعم. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب. وهذا ما له علاج، الابتلاء بعشق الذكور ما له علاج بالزواج مثلا كما سبق، هذا ما فيه علاج إلا أن الإنسان يتوب إلى الله ويكثر من ذكر الله ويمسك بصره ويتجنب المواطن التي فيها الفتنة، تجنبها، ومخالطة هؤلاء المردان، يتجنب مخالطتهم والقرب منهم. نعم، هذا علاجه. نعم. فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه، فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبير الجنازة. إنه مات، يعني إذا أقدم على الجريمة اللواط فإنه مات، ولو كان حيا في بدنه لكنه مات من الإنسانية، فأصبح لا خير فيه، وكونه يموت بدنه أحسن من كونه يبقى حيا على هذه الحالة. نعم. وليعلم أن البلاء قد أحاط بها. نعم. والقسم الثالث من العشق عشق مباح، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال. العشق اللي يأتي من غير نظر، من وصف الناس لها أو من أو أنه رآها وهي صغيرة قبل أن تحتجب، رآها وهي صغيرة قبل أن تحتجب، أو من وصف الناس لها، فهذا لا يذم، تعلقه بها ورغبته في الزواج منها لا يذم عليه. نعم. فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى،
فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده. نعم. فصل. والعشاق ثلاثة أقسام، منهم من يعشق الجمال المطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع في وصاله أو لا، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في وصاله، وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال المطلق يهيم قلبه في كل واد، وله في كل صورة جميلة مراد، فيوما بحزوى ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما العذيب فيوما بحزوى ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء خليصائي، هذا بيت شعر. نعم بالخليصائي. فيوما بحزوى ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء. وتارة ينتحي نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر خيمة شعب العقيق. وتارة ينتحي نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر تيماء تيمائي شعر هذا. نعم شعب العقيق وطورا قصر تيمائي. نعم يعني انه يجول ما يستقر في مكان، لانه يتطلب الجمال في كل شيء وفي كل احد، فهذا ما يستقر دائما يهيم. نعم فهذا عشقه أوسع ولكنه غير ثابت كثير التنقل. نعم يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح. وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعهما في واحد، ولكن يضعفهما عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق أقوى، لأن الطمع يمده ويقويه. فصل. وأما حديث من عشق فعف، فهذا يرويه سويد بن سعيد في حديث يروى من عشق فكتم فعف وكتم، لكن هذا الحديث لم يثبت. من عشق فعف وكتم ومات فهو شهيد، هذا حديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما حديث من عشق فعف فهذا يرويه سويد بن سعيد، وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. وكذا ذكر البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة وأبو الفرج بن الجوزي وعده في الموضوعات، وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال: أنا أتعجب منه. قلت: والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس موقوفا عليه، فغلط السويد في رفعه. قال محمد بن خلف ابن المرزوبان: حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به فعاتبه على ذلك، فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه، ولا يشبه هذا كلام النبوة. وأما رواية الخطيب له عن الزهري: حدثنا المعافى ابن زكريا، حدثنا قطبة بن الفضل، حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، حدثنا سويد بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعة: فمن أبين الخطأ ولا يحمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث. ونحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا حدث به عروة عنها، ولا حدث به عنه هشام قط. وأما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا: فكذب علي بن الماجشون، فإنه لم يحدث بهذا، ولا حدث به عنه الزبير بن بكار، وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين. ويا سبحان الله، كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبح الله الوضاعين. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي من حديث محمد بن جعفر بن سهل: حدثنا يعقوب بن عيسى عن ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرفوعا. وهذا غلط قبيح، فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي، ووفاته سنة 27 و300، فمحال أن يدرك شيخه يعقوب بن أبي نجيح، لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتدال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك
عن عبد العزيز عن ابن أبي نجيح، والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية، ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء. وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان، وإليهم يرجع في هذا الشأن، وما صححه ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه، ولا من عادته التسامح والتساهل، فإنه لم يصف نفسه له. ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين والمنخنقة والموقوذة قد أنكره وشهد ببطلانه. نعم، ابن عباس غير مستنكر ذلك عنده، وقد ذكر أبو محمد ابن حزم عنه أنه سئل عن الميت عشقا فقال: قتيل الهوى لا عقل له ولا قود. ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال: ما شأنه؟ قالوا: العشق. فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق، فهذا نفس من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح، فذكر المقتول في الجهاد والمبطون والحريق والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب، ولم يذكر منهم من يقتله العشق. وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس على أنه لا يدخل تحته حتى يصبغ لله ويعف لله ويكتم لله، وهذا لا يكون إلا مع قدرته على معشوقه وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه. وهذا من أحق من دخل تحت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. أنت أحسن. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.